برحب بكل مشاهدينا من جديد، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة أخبار الألعاب الأخرى. نبدأ أخبارنا مع كأس العالم لكرة السلة 3 في 3 اللي انطلقت اليوم في النمسا، وتقدروا كده تتابعوا طبعا كل المباريات على اون تايم 2. بيفتتح المنتخب المصري لكرة السلة سيدات كرة بطولة 3 في 3 مشواره في البطولة غدا يوم الأربعاء بمباراتين، حيث بيواجه في المباراة الأولى منتخب البولندي في تمام الساعة 8 إلا تلت مساء، فيما كمان يواجه منتخب ألمانيا في تمام الساعة 11:05. بيستكمل منتخب مصر للسيدات مبارياته يوم الجمعة بمواجهة منتخب أستراليا، فيما هيواجه منتخب اليابان في ختام مبارياته بدور المجموعات يوم الجمعة أيضا. ويختتم منتخب مصر تدريباته مساء اليوم بعد ما وصلت بعثة المنتخب للنمسا أمس، وتقام بطولة كأس العالم المقامة في مدينة فيينا عاصمة النمسا خلال الفترة من 30 مايو الجاري لحد 4 من شهر يونيو المقبل بمشاركة 20 منتخب. تعالوا بقى نكمل اخبارنا. ووصلت بعثة المنتخب المصري للخماسي الحديث الى انقرة عاصمة تركيا للمشاركة في منافسات نهائيات بطولة كأس العالم، واللي تعد احدى البطولات المؤهلة لاولمبياد باريس 2024. البطولة هتكون خلال فترة من 31 مايو الجاري لحد 4 يونيو المقبل، بتضم بقى قائمة المنتخب 6 لاعبين، والست لاعبين دول هم مهند طارق، معتز وائل، محمد الجندي، هايدي عادل، سلمى ايمن، وملك اسماعيل. قد تعرض اللاعب احمد الجندي للاصابه قبل ساعات من السفر للمشاركه في البطوله بعد كده ما سقط من على الحصان في التدريبات ليخضع للكشف الطبي، وبيتاكد مفروض عدم مشاركته من بطوله كاس العالم في تركيا. اكيد بنتمنى له طبعا ان هو يتعافى في اسرع وقت.